تسجيل البارح خليك تسلم. ولا تزال سوريا تأن تحت وطأة الانقسام والإرهاب. السلام قادم حتما ولو بعد حين. نستمع إلى رؤية القطاعات المصرفية المالية والعربية. اليوم دولنا العربية عم تشهد أزمات وتحديات على كل الصعد، السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية. في نظريات كثيرة حول كيف بدها تنتهي كل هالأزمات، وما بدي غوص بكل هالنظريات مع احترامي إلها، بس بدي أقدم مقاربة إذا بتسمحوا أسميها مقاربة على الطريقة اللبنانية لهالأزمات. الطريقة اللبنانية بمقاربة الأمور نابعة من كون لبنان واللبنانيين مروا بكل هالأزمات والتجارب والمصايب قبل كل المنطقة بحوالي 30 سنة. نحن بلبنان عرفنا كل المصايب، الحروب الداخلية، التدخلات الخارجية، الميليشيات، الاحتلال، الوصاية، الدمار، التهجير وكل الفظايع. وبالنهاية اكتشفنا أمرين ما قلنا إلا بعض وما قلنا إلا بلدنا، ورجعنا قررنا نعيش مع بعض ورجعنا عمرنا بلدنا. وبالنهاية من سوريا للعراق لليبيا لليمن الجميع حيتوصلوا لنفس النتيجة، بدهم يرجعوا يعيشوا مع بعض ويرجعوا يعمروا بلدانهم عاجلاً أم آجلاً. وبعتقد إذا حسبنا مجموع ورش إعادة الإعمار بس بهالأربع بلدان العربية نوصل لقيمة إجمالية بمئات لا بل بآلاف مليارات الدولارات. هون تكتمل المقاربة على الطريقة اللبنانية القائمة على تحويل الأزمة لفرصة وتحويل المصيبة لأمل. وهون كمان بيظهر دور الأساسي والمحوري لقطاعكم، قطاع المصرف العربي. والحقيقة أنه هالقطاع ما تأخر ولا ليوم عن تمويل القطاعات الإنتاجية وتأمين متطلبات التنمية. كان دايماً محرك أساسي للنمو الاقتصادي العربي، لكن عندي ملاحظتين أساسيتين. حجم ورش الإعمار المطلوبة بالعالم العربي بيفرض عليكم مزيد من الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية وبين كل المصارف العربية من كل الدول. والملاحظة الثانية أنه حجم هالورش الإعمارية بيطلب منا جميعاً ننخرط بالتوجه العالمي نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخصوصاً بعملية تطوير البنى التحتية بصفتها الركيزة الأولى لأي نمو اقتصادي.